السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف السادس الابتدائي. النهارده معانا درس جديد في الجغرافيا وهو الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية. أول حاجة هنعرفها ما المقصود بالنشاط الاقتصادي. والنشاط الاقتصادي هو استخدام الإنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته من مأكل ومشرب وملبس. إيه الأنشطة بقى الاقتصادية اللي موجودة عندنا في البيئة الزراعية؟ هنلاقي عندنا نشاط الزراعة وتربية الحيوانات الماشية، صيد الأسماك من في بحيرة قارون، صناعات حرفية والسياحة. طب اول حاجه في الانشطه الاقتصاديه هنعرفها هو النشاط الزراعي. طب بيقصد ايه بالنشاط الزراعي؟ هو زراعه الارض وانتاج المحاصيل وتربيه الحيوانات، كما يتضمن تربيه كمان الدواب. طب بيسود النشاط الزراعي البيئه الزراعيه، ويعمل معظم سكان البيئه الزراعيه بالنشاط الزراعي بسبب توفر عده عوامل. ايه هي العوامل؟ قال لك وجود التربه الفيضيه الخصبه، دي اول حاجه، توفر المياه العذبة من نهر النيل وفرعيه اللي هو فرع دمياط ورشيد وشبكة الترع الممتدة في الأراضي الزراعية، دي تاني حاجة. تالت حاجة عندنا توفر وسائل النقل، يبقى دي العوامل اللي خلت عندنا قيام النشاط الزراعي، تربة فيضية خصبة، وجود مياه عذبة من نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع الممتدة في الأراضي، توفر وسائل النقل. هنلاقي عندنا تنوع في المحاصيل الزراعية في مصر ازاي؟ قال لك هنلاقي عندنا حبوب غذائيه، عندنا محاصيل منتجه للسكر، عندنا محاصيل للمنسوجيه. طب الحبوب الغذائيه زي ايه؟ قال لك زي القمح، زي القرص، زي الذر. طب محاصيل منتجه للسكر زي ايه؟ قال لك زي قصب السكر والبنجر. طب محاصيل المنسوجات اللي هي القطن والكتان اللي احنا بنصنع منهم ايه؟ الاقمشه. كمان عندنا بيتزرع العدس والفول واشجار الفاكهه مثل المانجو والليمون. وكمان بيتزرع البرسيم اللي بيستخدمه كغذاء للايه؟ للحيوان. دي كده النشاط الزراعي. طب نشوف تربيه الحيوان. قال لك بتوجد في البيئه الزراعيه انواع عديده من من الحيوانات التي تعتمد على الغذاء من الحقول او تربى في الحظائر. واهم الحيوانات دي ايه؟ قال لك الجاموس، الابقار، الارنب، وبتستخدم لسد حاجه السكان من اللحوم والالبان والجلود. وهنا صورة لمزرعة متقدمة لتربية الايه؟ للأبقار، منظر الايه؟ للمزرعة. نشوف تاني حاجة عندنا وهو نشاط صيد الأسماك. وبيقول لك بيكون نشاط صيد الأسماك في البيئة الزراعية على مصايد نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد والترع والبحيرات. ولزيادة الإنتاج السمك تم إنشاء المزارع السمكية. وهنا جايب لنا صورة للايه؟ لصيد الأسماك من بحيرة قارون. ثالث حاجة عندنا نشاط الصناعات الحرفية. وبيقول لك إن تنوع الأنشطة الحرفية في البيئة الزراعية وفقا لإيه؟ لتنوع الموارد الطبيعية. هنلاقي عندنا صناعة السجاد اليدوي، عندنا صناعة الفخار، عندنا صناعة الأساس، وبعض الصناعات الغذائية مثل حفظ وتعليب التمور. دي كلها من الحاجات اللي موجودة من الصناعات اللي موجودة في البيئة الزراعية. اخر نشاط عندنا النهارده هو النشاط السياحي. البيئه الزراعيه منطقه جذب سياحي في مناطق متنوعه. زي ايه؟ هنلاقي عندنا محافظه الفيوم بتضم معالم سياحيه متعدده. زي ايه؟ قال لك زي بحيره قارون، زي عين السليم والسوائل وغيرها. محافظه الشرقيه ومحافظه العين هنلاقي فيها ايه؟ قال لك فيها بعض المناطق الاثريه مثل اثار تل بسطه، النوبه يوجد بها العديد من الاثار اللي بتعكس اشكال التراث النوبي من مباني واساس ومشغولات وزفاف. وبكده نكون خلصنا الجزء الاولاني من الدرس بتاعنا. شكرا.